هو اعتصام مفتوح للغضب أمام مقر اتحاد القرضاوي، فأما الغضب فمن تخاذل الدولة في مكافحة الإرهاب وفسحها المجال لتنظيمات تنتهك المنظومة التربوية وتخلط بين الدين والدولة وتهدد تونس المدنية. أما المكان فأمام مقر فرع تونس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة التونسية بعد تحولها إلى وكر لتفريخ الإرهاب وصناعته في تونس بتواطؤ من الدولة والبرلمان بحسب المعتصمين. يد واحدة ضد الإرهاب، يد واحدة ضد الظلامية، يد واحدة نمنعوا تونس، ومن بعد كي تبدأ تونس في خير وتونس نموذجها المجتمعي سليم مش مشكل نتخالفوا وتصير التعددية، واحنا مع التعددية الفكرية. إذن هي مطالب برحيل جماعة الإخوان وجماعة القرضاوي في تونس كما يؤكد المعتصمون، وضرورة فتح ملفاتهم المالية ومسؤوليتهم عن دمغجة الشباب التونسي وتعليمه على العنف والكراهية والحقد على الدولة التونسية المدنية. الاحتجاج هذا أعلن عليه عن مدة، وكان نتيجة لتحركات كبيرة رسمية سواء كان في على مستوى القضاء أو على مستوى السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة. للأسف الشديد لقد أسمعت لو ناديت حيا لكن لا حياة لمن تنادي. تونس ولاو خايفين من الإعراب على أي نقد للمنظومة متاع الإخوانجية، فما شكون يخاف يقول لك فك عليها، فما شكون طبع معاهم يقول لك ما عادش فما حل، يقول لك هذوما ناس توجدوا لهنا في تونس وكهو هيا نقبلوهم ونقبلوا بالأمر الواقع. التحرك هذا في شنو مهم؟ اللي هو يرجع الجذوة الأولانية اللي ريناها في 2012 واللي ريناها في 2013. هذا التحرك الاحتجاجي ستعقبه سلسلة من التحركات السياسية والقانونية وتنظيم وقفات احتجاجية في كامل أنحاء العالم أمام مقرات المنظمات الحقوقية وسفارات تونس في الخارج. وليد عبد الله، العربية، تونس.